لما يجي الربيع تلاقيني كتبت عن الربيع سمحه. انا عندي فكره عن مدن يكرهها النور. حملت في حياتها 3 ألقاب رفيعة لم تنلها امرأة أخرى في مصر وربما في العالم. حملت لقب السلطانة عندما تزوجت السلطان أحمد فؤاد الأول، وعندما أصبح ملكا حظيت بلقب الملكة، ولما وصل ابنها الملك فاروق إلى العرش أصبحت صاحبة الجلالة الملكة الأم. كل من اقترب منها وصفها بأنها امرأة ساحرة تمتلك كاريزما يصعب مقاومتها، وكل من تعامل معها اعترف بذكائها الحاد، لكنها كانت شخصية من شخصيات الأساطير الإغريقية. لعبت المآسي والكوارث دورا رئيسيا في حياتها. نظلي صبري أو الملكة نظلي عاشت مع 2 من الملوك، واحد تحكم فيها والتاني تحكمت فيه. أحدهما بدأ المملكة المصرية والثاني أجهز على المملكة المصرية. الملكة نظلي صفحة تختلط فيها السلطة بالشهوة في كتاب حكاية الوطن. الملكة نظلي كانت ست حديثة، نقدر نقول حديثة، هم من الناس اللي كانوا آخر ناس في مصر القديمة اللي داخلين في مصر زي دولة جديدة في سنة 2021-2022، عشان العالم اتغير في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه. بس هي لقت نفسها برضو مقفول في وكانت زعلانه، كانت على الفكره، كانت عايزه تعمل برضو علاقه حديثه بين يعني مش النظام القديم، بس كانت عايزه تنزل مع نظام جديد. عبد الرحيم باشا صبري التي نشأت وتربت في بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، بحكم الصلة الوثيقة والقرابة بين أمها وبين صفية هانم زغلول. كانت وهي شابة تجالس مع أشقائها شريف باشا، وتجالس عبد العزيز باشا فهمي، تجالس الكثيرين. خلي بالك عبد الرحيم باشا صبري كان من طليعة الانتليجنسيا المصرية الذين سافروا إلى الخارج ودرسوا الزراعة وعادوا لينشئوا إقطاعيات. قانون الإقطاع المصري بدأ باستصلاح أفدنة كبيرة من الأراضي الغير مستصلحة، ثم نشأ الإقطاع، لأن أي شاب كان بيسافر يدرس زراعة برة وبيرجع، زي عبد الله باشا وهبة اللي هو أبو يوسف وهبي، هو رجع كان بيدرس مع عبد الرحيم باشا صبري ورجع شق ترعة وهبة اللي بتربط النيل ببحيرة قارون.
فطبعا الالاف من الافدنه تم استصلاحها. كان القانون بيقول ان الدايره الثانيه تاخد نص الارض ومن استصلح الارض ياخد النص الثاني. عبد الرحيم باشا صبري لم يكن ابا داخل اطار الزمن بتاعه، بنتكلم على بدءا من سنه 1915 لغايه زواج بنته 1919. كانت حركات التحرر في اوروبا قد بدات، كان نظره المجتمع الاوروبي للمراه اختلفت، رجع هو بافكار جديده، وبالتالي ان يعني نشا بناته امينه ونازلي تنشئه الى حد ما اوروبيه، وارسلهم سنتين يدرسوا في باريس. ده كان يعني ما مش 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 من طبيعه الاسره المصريه او الاب المصري في ذلك الوقت. بالتالي الملكه نازلي ليها خصوصيه في شخصيتها، يعني هي كانت متجاوزه عصرها لانها درست بره وقرت ادب فرنسي، ويعني ما كانتش شابه يعني عاديه، وعاشت مع سيده عملت بالسياسه زي صفيه زغلول، فتاثرت بمناخ معين. ست جامده قوي، وعلى نفس الوقت بكاريزما جامد قوي. يعني انا قابلتها وكانت بالكاركتر بتاعها كانت بتسيطر على الأوضة كلها من غير هي بتقول حاجة، ودايما كل حاجة بالضحك بالعلم. كانت بتقول طبعا ده عندي سنة إن والدتها كانت في غاية الجاذبية كشخصية، ولها طريقة في لما كانت تطلب حاجة إن الواحد ما يعرفش يرفضها. يعني فمثلا يعني من ضمن الحاجات، بس هي اللي كانت بتقرر لولادها مثلا الآلات الموسيقية اللي كل واحدة منهم هتلعبها. والدتي كانت ميالة إنها تلعب البيانو، تتعلم البيانو. ملكة نازلي قررت ان لا، والدتها كمانجا، مفيش نقاش. قررت ان بالنسبة لوالدتي هتكون كمانجا يبقى كمانجا. فطبعا والدتي تعلمت لعب الكمانجا، بس يعني ما كانش الحاجة المفضلة لدي، بس طريقة ما كانت بتطلب بالحاجة كان صعب جدا على الفرد ان يرفضها. فمع ده كله والدتي كانت بتحبها جدا جدا، يعني بالنسبة لها يعني كانت يعني مثل يعني حلوة وأنيقة وسميدة وعندها جاذبية، وكانت يعني طيبة مع أولادها، بس في نفس الوقت أولا ما كانوش بيشوفوها إلا في أوقات معينة من اليوم، لأن بقية اليوم طبعا كان في حصص خصوصية، كان في حصص رياضة، حصص موسيقية، فطبعا بيشوفوها في أوقات معينة في اليوم. ما فيش النوع العلاقة الحميمة اللي مثلا كانت موجودة بيني وبين إخواتي مع والدتي مثلا، ده ما كانش موجود وقتها. كان الأم والأب طبعا كمالكة وكمالك لهم دور معين، لهم صلة معينة بالأولاد، وفي طبعا مربيات هم اللي بقى بيشرفوا عليهم وعلى حياتهم اليومية. معناه إيه الكلام ده؟ ليه بيتصرف معايا كده؟ بعد ما قلت خلاص طلق مراته ومفيش حاجة تمنعه. شوفي فات كام سنة وهو ولا على باله، ساعات أحس إنه بيحبني جدا وما يقدرش يستغنى عني، وساعات أحس إني ولا على باله، بيقعد معايا رسمي وعاطفه زي التلج. لا بقى، يا إما ياخد موقف يا إما يسيبني أعمل اللي أنا عاوزاه. أنا عشت محرومة 20 سنة وما فاضلش في العمر قد اللي راح.
قولي له يا فتحيه، الناس دي بتقول لك كفايه بلاش مراوغه بقى، انا روحي بقت في مناخيري. طب يا مولاتي لو هو بيحب جلالتك فعلا هيبقى بايده ايه يعمل؟ بايده ايه؟ نتجوز؟ هو عيب؟ حرام؟ طب وجلاله الملك يعني؟ فاروق ملوش دعوه بيا خالص، ثم انه خلاص ما بقاش محتاج، كبر واتجوز وخلف ومراته فريده. بقت خلاص جلاله ملكه مصر. يعني انا بقيت نمره اتنين، ولما نبقى نتجوز هبقى اسيب له السرايا خالص وسمو الامارات. يا مولاتي هيجوا يعيشوا معايا، ولو مش عاوزين يقعدوا مع اخوه. انا مش شايفه فيها اي مشكله، دي واحده جوزها مات بتحب وعاوزه تتجوز، فيها ايه دي؟ المشكله عنده هو. قولي له ده انذار نهائي، يا اما ياخد موقف يا اما انا حره اتصرف زي ما انا عاوزه. ملوش دعوه بيا خالص، رحت فين؟ خرجت مع مين؟ نزلي الشخصية أفضل أدافع عنها لحد ما أموت، وفي نفس الوقت أدينها لو أنا وفاء مش متقمصة شخصية نزلي، أدينها برضو لحد ما أموت، لأن في حاجة اسمها التضحية. التضحية بتاعت نزلي أنا كتبت في لحظة كده، لو أنا الملكة نزلي لابد أن تفوق تضحيتي تضحيات كل البشر، لأن أنا أم الملك. هي بصت لنفسها، وسيكولوجي ساعات لما تيجي دكتور طبيب نفسي معالج يشوف الشخصية يلاقي ان لا هي عندها حق جدا، هي جوزها كان بيجيب لها ستات في البيت وهو راجل زيه زي اي راجل، وبرده مش بعتبره ملك يعني، مع انه برده كان تصرفاته لابد وان تكون يعني راقية يعني الى ابعد الحدود، لكن هو كان كده. يعني لا، نزلي انا من وجهه نظري انها اتظلمت في حياتها. هناك حكايات عديده عن زواج فؤاد ونزلي بعد عودتها من باريس، حيث تعلمت هناك اصول الحياه الراقيه. في روايه بتقول انها التقت بفؤاد صدفه في دار الاوبرا، ولما شافها وقع في غرامها من أول نظرة واتجوزها. رواية أخرى كتبها مصطفى أمين بتكشف أن الليدي جرهام زوجة المستشار الإنجليزي لوزارة الداخلية هي اللي رشحت نزلي لتكون الزوجة الثانية لفؤاد. كان والد نزلي بيعمل مع زوج الليدي جرهام. دعت اللودي جرهام نزلي لتناول العشاء في بيتها. وقف الملك فؤاد خلف ستار يراقب عروس المنتظرة، لكن الزواج الملكي أسفر عن حياة تعيسة عاشت فيها نزلي أسيرة في القصر الملكي، حيث أنجبت أبنائها الخمسة: فاروق، فوزية، فايزة، فيئة، وأخيرا فتحية التي كان الملك فؤاد بيشك إنها بنته. الملكة نزلي كانت حقيقة يعني ظلمت إلى حد كبير وظلمت معها، يعني هي يعني تزوجت من الملك فؤاد قصرا كان ليها، كانت مخطوبة أصلا قبل ما تتجوز الملك فؤاد، ووالدها كان وزير الزراعة، وكان اختيارها بعد ما الملك فؤاد طلق قريبته الأميرة شويكار قرر ان هو يتجوز على عجاله، وكان لسه اثناء الحرب العظمى، فحتى يعني ما تعملهاش فرح، يعني كان جواز سريع و بدون اي نوع من انواع الاحتفالات خالص. المهم ان هو كان برضو الملك فؤاد معروف ان هو كان شخصيه يعني قويه وعنيفه، ويقال ان هو كان بيعاملها بقسوه، يقال انه كان بيضربها، يقال حاجات كتير قوي، لكن احنا لا يمكن نقدر نعرف حقيقه الامور دي لانها كانت كلها بتتم خلف الابواب المغلقه. في سوء تفاهم بينها وبين الملك فؤاد. ما كانش كان العلاقة مش كويسة يعني، فيمكن ده أثر شوية. يمكن أنا أولا ما كنتش موجود طبعا
في هذا الوقت، فما حضرتش هذا الوقت. أنا عارف إنها كانت علاقتها مع الملك فؤاد ما كانتش كويسة، ولما الملك فؤاد توفى هي عاشت هنا شوية وحبت يعني الأفراح والحاجات دي. زواجها من الملك فؤاد كان محكوما بطبيعة العصر بأن المرأة ما تخرجش للحياة العامة، وطوال زواجها بالملك فؤاد هي ما كانتش خالص بتخرج، لأن ما ولا كان ليها أي نشاط اجتماعي أو بتخرج إلى العامة، لكنها كانت تعلم أن بتولي ابنها الملك فاروق الحكم أنها ستبدأ في العمل وستظهر للناس وستحقق أحلامها في أن تكون لها كلمة مسموعة. وأول قرار ملكي أو مرسوم ملكي أصدره الملك فاروق بعد توليه الحكم هو المرسوم الملكي الذي يخصص اللقب مدى الحياة للملكة نازلي كالملكة نازلي الملكة الأم، وصاحبة اللقب بصاحبة الجلالة. في الأول خالص طبعا العلاقة بينهم إن هي علاقة في السن، إن الملك فؤاد كان تقريبا 20 سنة أكبر من الملكة نازلي، كان أكبر منها بكتير، وكان برضو كان جاء من عالم تاني خالص، العالم القديم الحقيقة، إن العالم الحرام لك السلام لك، العالم برضو بتاع الدول في عندنا قبل الحرب العالمية الأولى. يبقى هي كانت بتعيش لوحدها شوية، كانت بتشوف أصحابها بس كان كده برضو العيشة الحراملك شوية، مش قوي بس برضو يعني كانوا مثلا بينزلوا إن هل بيلبسوا اليشمك ولا لا، كانوا بيلبسوا اليشمك بس نزلوها شوية، بس هي نفس الطريقة يعني دلوقتي الوش باين بس برضو اللابسين برضو الطريقة والنظام اليشمك. هي تقريبا ده الاساس العلاقه بينهم. كان عايز ابنه يكون حد اللي بيكلم عربي وان يكون مصري، وده فعلا اللي حصل، ان ملك فاروق كان مصري وكان بيكلم عربي كويس قوي، وكان بيكلم عربي احسن من ابوه من ملك فؤاد. ملك فؤاد كان بيكلم بس مش زي ابنه، كان بيكلم كذا لغات بس مش زي ابنه. Thank you.
الملكة نازلي لعبت دور البطولة في وصول ابنها فاروق إلى عرش مصر بعد وفاة جوزها الملك فؤاد الأول. فاروق كان لا يزال صغيراً، لم يبلغ السن القانونية بعد، لم يبلغ سن القانونية التي تمكنه من تولي السلطة كاملة. وبالفعل عينت لجنة وصاية على فاروق. لجنة الوصاية رأسها الأمير محمد علي توفيق، وكان أكبر أبناء العائلة المالكة سناً، لكن الأخطر من ذلك أنه كان يحلم بالعرش. نازلي لجأت لمصطفى النحاس زعيم حزب الوفد اللي طمنها بأن الأمير محمد علي لن يتولى العرش. لجأت نازلي أيضاً إلى شيخ الأزهر الشيخ المراغلي عشان يساعدها. أفتى الشيخ المراغي أن الإنسان يستطيع التصرف في أمواله عندما يبلغ 15 سنة. وتسلم فاروق العرش وعمره 17 سنة ميلادية أو 18 سنة هجرية. في مقولة في الكثير من الكتب أن الملك فاروق تولى العرش بلعبة سياسية من علي باشا ماهر، أنه يتولى بعد حساب عمره بالتقويم الهجري مش بالتقويم الميلادي. الحقيقه هذه المقوله رغم ان انا قريتها في كتب كتيره خاطئه بالمره، والوثائق تدحضها، لانه الامر الملكي المنظم للاسره المالكه اللي صدر سنه 1922 نص في الماده الثامنه على انه الملك يتولى سلطاته الدستوريه حين يبلغ 18 سنه هلاليه، وكان الغرض وقتها هو الاعتزاز بالسنه الهجرية. لما توفي الملك فؤاد في سنة 36، الملك فاروق كان عنده حوالي 16 سنة، وكان ابتدى دراسته في أكاديمية سانهيرست العسكرية في لندن، الأكاديمية اللي بيدرس فيها معظم ملوك العالم وبيستعدوا فيها لكي يكونوا حكاما، وإلى حد ما تدريب عسكري وتدريب يعني عام لكل ما يحتاجه الملك في هذا العصر لأنه يعرفه. تم استدعائه على وجه السرعة لكي يعود لمصر على طول ليتولى عرش مصر وهو عنده حوالي 16 سنة تحت الوصاية طبعا، لأن رسميا لا يصح أن يكون الملك أقل من 18 سنة. الملكة نازلي هنا كان ليها دور مهم جدا في هذا في هذه الفترة أو في هذه النقلة، إن هو كان في الأمير محمد علي بن توفيق كان عينه على طول على العرش المصري، وكان تم يعني اختياره ولي عهد أكتر من مرة في كذا عصر، ولم يتحقق له الأمل في إن هو يحكم أو إن هو يقعد على عرش مصر. فكان في خطورة شديدة على الملك الشاب الصغير ده اللي لسه ما عرفش حاجة خالص، ولسه لم يؤهل ولم يعد على الإطلاق لهذه يعني الكارثة الآتية، إن هو يحكم دولة زي دي وهو في السن ده، ده بالتأكيد كارثة ما هوش مستعد لها يعني. فكانت الملكة نازلي قلقة جدا على فقد ابنها العرش، فكانت سعت لانها تصدر يعني فتوى او قرار بان تحتسب ال 18 سن 18 سنة لابنها بالسنة الهجرية وليست بالسنة الميلادية، عشان تختصر ال 11 يوم كل سنة دول، 11 يوم في 18 سنة تقدر تديها يعني كم شهر، يعني تديله السبق ويعين ملكا بدون مجلس الوصاية أسرع مما لو استنت لل 18 سنة، وبالتالي نجحت وأصبح ملك وعنده 17 سنة ونص، وبعديها بشهور اتجوز وملكة فريدة. وكانت يعني الاستعجال ده كان يعني كان له أثر للأسف يعني سلبي في إن هو تولى مسؤوليات وهو لسه مش مستعد لها. ما كانوش عارفين إن الإنجليز موافقين يدخلوا فاروق زي ملك مصر،
كانوا خايفين ان الامير محمد علي توفيق كان ياخد الحكم تحت الفكره البريطانيه، يبقى قالوا احنا لازم نعمل حاجه قبل ما الانجليز يقولوا مين هيكون ملك. يبقى هنا في الصالون كان في اجتماع مع وزير الوزراء هنا في والملكه نازلي وجدتي و كذا ناس هنا، شريف صبري هنا، وكتبوا التليجرام ان يرجعوا فاروق اسرع ما يمكن. وفعلا رجع مصر ودخلوه زي ملك، وده السبب الحقيقه ان الانجليز ما كانوش يعني مش ان مش موافقين، بس الوضع اشتغل لدرجه ان كانوا موافقين ان اوكي دلوقتي فاروق اخذ الحكم واحنا مش ما عندناش حاجه ضد الفكره دي. حاولت ان ترد لهم الجميل، ولكنها اصطدمت برجال القصر واصطدمت بالحاشيه وكل ما كل المحيطين بالملك فاروق. وجد المحيطين بالملك فاروق خطورة من الملكة نازلي وتأثير على ابنها، وبالتالي سهم مساهمة شرسة جدا في إحداث فجوة بينهم وإبعادها بقدر الإمكان. طبعا هناك إشاعات طالت الملكة نازلي من هذا وجهها من حسن باشا، هل هي تزوجته أو لا، لا أحد يعلم. أحيانا هذه الإشاعات كانت تؤثر في الشاب الصغير أو الملك الصغير فاروق. بمرور الزمن حصل تباعد كبير أدى في النهاية إلى أنها تركت البلاد، ويعني حتى بالبلدي بنقول طفشت منه، لأنه كان قاسي جدا عليها وكان بيعاملها معاملة فيها إزدراء وفيها تقليل لشأنها مع امرأة كانت تحلم طوال سنوات حياتها بأن يكون لها شأن. الملكة نازلي هو كان لسه صغير، كان عنده 16 سنة، كان عنده يعني هو كان صغير. هي الملكة نازلي كانت عايزة تلعب دور مع الحقيقة بينها وعلي ماهر في وقتها والشيخ المراغي، كانوا عايزين دلوقتي خلاص عندهم الملك فاروق ملك لسه صغير بس هو ملك مصر، شاب محب في مصر، يعني الشعب كان بيحبوه وشكله زي ملك، وقالوا عندنا دلوقتي فرصة نعمل منه الملك ملك صالح. دي فكرة الشيخ المراغي، إن إحنا كانوا عايزين يعملوا من فاروق الملك حديث في مصر والحقيقة العالم الشرق الأوسط. وإحنا بنتكلم لما بنتكلم من الشرق الأوسط في السنة 36 35 إحنا بنتكلم على عالم تاني خالص. هي الأهم دول كانوا حقيقة مصر، لبنان شوية، سوريا بس سوريا كانت فعلا تحت السيطرة الفرنسية، بس مصر كانت بتكسر العلاقة بينها وبين بريطانيا بالاتفاق بتاع 36، والاتفاق ده فتحت الباب حرية في مصر بعد 10 سنين، إن الإنجليز كانوا موافقين يشيلوا الجيش بتوعهم من مصر إلى قناة السويس وقتها. يبقى الطريقة التحرير دخلت، يعني إحنا كنا عارفين الخطوات كانوا بيبتدوا على أي حال. دي كانت الفكرة الشيخ المراغي والملكة نازلي وعلي ماهر، إن لازم يتجهزوه يقدر يلعب هذا الدور. حرصت نازلي على أن يمنحها فاروق لقب صاحبة الجلالة، خاصة بعد أن استعد
للزواج من صفيناز ذو الفقار التي ستحمل نفس اللقب، لقب صاحبة الجلالة. اللقب ما هوش حاجة كده، يعني ده اللقب ده له علاقة بمخصصات بنصبها السنوي من المجوهرات الملكية، التشريفات التي ستصاحبها عند دخولها وخروجها أي قصر. فلم تكن الملكة نازلي تحمل لقب صاحبة الجلالة، ولكن ابنها الملك فاروق أصدر لها أمراً ملكياً بأن تصبح صاحبة الجلالة الملكة الأم. خلي بالك لما تجوز الملك فاروق صفيناز ذو الفقار أو الملكة فريدة، هو أصبحت زوجة الملك صاحبة الجلالة الملكة فريدة، ولأول مرة في تاريخ مصر أصبح لمصر ملكتين، لكل منهما نفس المخصصات ولكل منهما نفس التشريفات. وكان البلاط بيقع في حيرة شديدة لما تيجي البرقية بوصول جلالة الملكة، فما بيبقوش عارفين أنهي فيهم. في رحلة الأقصر، ما احنا بنتكلم على 42، هم سافروا الأقصر مع الأسرة كلها، مع ملكة فريدة وإخوات الملك والملكة ملكة نازلي وملكة نازلي في نفس الوقت، بس كانوا اتنين شلل، الشلة اللي حوالي ملكة فريدة والشلة اللي كانت حوالي الملكة نازلي. وبرضو العلاقة كانت صعبة شوية بينهم، لدرجة إن الحقيقة الملك فاروق هرب منهم الاثنين وراح الواحات، وده الأول مرة إن الحقيقة عمل السفر لسيوة مثلا، هو راح سيوة وراح كذا أماكن في الواحات، وده ده سببها إن كان الحقيقة هو تعب من الخناقات بين فريدة ونظري دلوقتي. نازلي دللت فاروق ربما حتى أفسدته. أما علاقة نازلي بشقيقات فاروق البنات فكانت الحقيقة علاقة شائكة ومرتبكة، أحياناً ما كانتش بتميل إلى فتحية وكانت تعامل فايزة بحذر، لكن فوزية كانت شايفة أنها أجمل بنت على وجه الأرض ورفضت أن فوزية تتجوز
من ولي عهد إيران في ذلك الوقت رضا بهلوي. كانت شايفة إنه جلنف وبتقول عليه جلياط وغير متحضر ولا يليق بالعائلة المالكة في مصر. لكن فاروق أصر على الزواج بنصيحة من علي ماهر. علي ماهر كان بيشوف إن الجواز هيوحد بين الشيعة والسنة، والجواز ده هيمنح العائلة المالكة المصرية نفوذاً إقليمياً، خاصة إذا ما تزوجت أميرة أخرى من أمير آخر في المنطقة. ورضخت نظلي للزواج، خاصة بعد أن وجدت أن فوزية موافقة. وهنا وجدنا تحول هائل ناحية فتحية. أصبحت فتحية مقربة لقلب نظلي، وشعرت فيئة بأنها منبوذة، مما ضعف من متاعبها النفسية التي بدأت مع الأب الملك فؤاد. كانت بالنسبة لنا كولادها يعني عطوفة جدا وحنونة جدا، بس في نفس الوقت صارمة، لأن ما كانتش عايزانا نتدلع. وطبعا كانت عارفة إن ده كان عالم جديد بالنسبة لنا، ولازم نكون متأقلمين علشان نعرف نعيش في العالم الجديد بعد الثورة. فمن ناحية عاطفة، من ناحية طبعا حب، عايزة من ناحية تعوض الحب اللي ما جالهاش من والديها، مع ان حبت والديها جدا، بس والدها مات لما كان سنها 10 سنين. ووالدتها كانت عندها خالتي فتحية مفضلة عليها، ودي أثرت فيها. فكانت بتعاملنا الأربعة زي بعض، ما بتعملش تميز بين أي حد فينا. طبعا كان في فرق سن، لأن بيني وبين أختي الصغيرة فهيمة اللي هي أصغر إخواتي كان في 10 سنين فرق. فطبعا فرق في حكاية السن دي، بس غير كده كانت بتعاملنا كلنا زي بعض، لدرجة إن مثلا حاجة مهمة بالنسبة لوالدتي، ودي كانت ورثتها من وقتها لما كانت في القصر، اهتمام بالعيد ميلادات. يعني كان دايما بتهتم بعيد ميلاد كل شخص من العيلة، و يعني ما كانتش عايزة إن التانيين اللي ما هماش اللي بيحتفلوا بالعيد ميلاد يحسوا بفارق برضه حتى في هذا اليوم. فكان اللي بيحتفل بالعيد ميلاد طبعا بيجي له هدايا، وكانت الحقيقه بتحوش من اول يوم بعد العيد ميلاد للعيد ميلاد اللي بعديه السنه بعديها، علشان تجمع شويه شويه هدايا، بحيث ان لما يجي وقت العيد ميلاد تبقى جاهزه ويبقى عندها حاجات. ان طبعا كانت عارفه ان ما كانش بقى عندها الامكانيات انها تجيب الحاجات كلها مره واحده، فكانت شويه شويه بتحضر لها. وكل واحد من الإخوات كانت بتجيله هدية يوم عيد ميلاد أي واحد فينا، يعني فكنا كلنا فرحانين طبعا بعيد ميلاد أي واحد، يعني مش بس بعيد ميلاداتنا احنا شخصيا، بس بعيد ميلاد يعني الوالد مثلا عارفين هتجيلنا هدية، عيد ميلاد إخواتي كنت عارف إن هتجيلي هدية. فكانت دايما مناسبة سعيدة جدا، وكانت بتقربنا من بعض علشان بتخلينا نحس ان ما فيش تفرقه بيننا، يعني كلنا بنتعامل على اساس واحد.
احنا كنا عندنا علاقه معهم كلهم، يعني مثلا الاميره فايقه كانت قريبه جدا مع جدتي. جدتي كانت زي خالتهم حقيقه، كانت تعرفهم لما كانوا لسه صغيرين، كانت معاهم يوميا لما كانوا طفل. وهي العلاقة دي، كانوا بييجوا بياخدوا شاي هنا مع جدتي. والدي كان يحبهم قوي، وكانوا يشوفوا بعض كتير، وكلهم يعني كل الشقيقات الملك فاروق كانوا قريبين لنا قوي، يعني قريبين لنا، أنا قصدي للوالدين، كانوا يشوفوهم كتير، وكان علاقتهم ممتازة يعني. خالتي فايزة بقى ما قابلتهاش إلا مرة واحدة من سنين. كنت سافرت وقتها، كنت بشتغل في شركة طيران هنا في مصر، وطبعا عن طريق شركة الطيران بقى كان عندي تذاكر مجانية، فاستعملت تذكرة من التذاكر وسافرت أمريكا ورحت كاليفورنيا. ولما رحت كاليفورنيا بقى وقلت أتصل بخالتي فايزة وكلمتها بالتليفون، وردت عليا الو ايوه، قلت لها طنط فايزه انا ابن طنط فايكه. طبعا ضحكت، قالت لي طنط فايكه في حاجه اسمها طنط فايكه؟ فطبعا كانت بدايه بتاع. وبعد كده مضينا اليوم مع بعض بقى في لوس انجلوس، ويعني فسحتني شويه وحسيتها كاني اعرفها طول حياتي. يعني كانت ظريفه جدا وبسيطه بس طبعا يعني كانت دايما مثلا لما نعدي جنب محل مشهور ولا بتاع تقول لي مش عايز تخش تبص تشتري حاجه، ولا لا مرسي خالتي شكرا معلش مرة تانية بتاع. فبس مضينا يوم حلو الحقيقة. الأميرة فوزية اتجوزت الشهبور إيران، وبعد كده دخل زي الشاه إيران في وسط الحرب العالمية الثانية. اتجوزوا هنا في مصر سنة 39. سمعوا في تقريبا سنة 44 سمعوا إن كانوا العلاقة بين دلوقتي الإمبراطورية إيران أميرة فوزية والشاه إن في مشاكل. ملك فاروق سمع الموضوع ده، الخبر ده، كان عايز يعرف اللي بيحصل، وبعت جدي زي سفير مصر لإيران عشان برضه يفهم ويعرف اللي بيحصل. ولما وصلوا إيران، احنا بنتكلم على سنة آخر 44 أول 45 في وسط حرب العالمية الثانية، هم راحوا لإيران بعربية من القاهرة إلى إيران، يعني مش ما فيش حاجة اسمها الطيارة وقتها، أخذت أسبوع لغاية ما وصلوا إيران. أول ما شافوا الأميرة هي كانت تعبانة جدا، وقالوا إزاي إن والإيرانيين ما حدش حواليها، الشاه كان في مكان تاني، هي كانت لوحدها في السرايا مع واحدة واتنين مساعدين وبس، وما بدون علاقة مع أي حد تاني، وتعبانة جدا يعني، مش وكانوا زعلان. طب قالوا ازاي انا مش بعتوا الخبر في مصر للقاهره. الملك فاروق زعل مع الموضوع ده، قال نعمل ايه؟ قال طب احنا عايزين، قال وطلب من الشاه ان الاميره يرجع مصر زي زياره عشان يشوف اخوها كان عايز، يعني الملك كان عايز يشوفها. وده اللي حصل، هي رجعت مصر. لما رجعت مصر الملك فاروق قالت خلاص، هم
هي هتطلع الشا عشان ما ينفعش الموضوع الوضع زي ما هي، وده اللي حصل ان هي طلعوه وهي قعدت في مصر. بعد رحيل الملك فؤاد انفجرت الحياة الخاصة لنازلي، انفجرت بكثير من الفضايح وأصبحت هدفا للنميمة. بدأت قصة حب مع رئيس الديوان أحمد حسنين باشا، انتهت بوفاتها وحيدة مفلسة في الولايات المتحدة. تفاصيل الرحلة من القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل مثيرة. ملكة كانت من أغنى أغنياء العالم تحولت إلى امرأة وحيدة تعيش في شقة صغيرة، وهي تفاصيل مثيرة ومؤلمة في نفس الوقت تستحق أن ننتظرها. طز في لقب ملك، ده كان رد نازلي على أحمد حسنين باشا لما قال لها إن مش معقول يتجوز ملكة. دخلت قالت له فاروق أنا عايزة أتجوز. أنا كنت في اللحظة دي حاسة إنها بنت بنوت. توفى الملك فؤاد، ملكة نازلي حصل لها نوع من أنواع الانطلاق، بقى راح الكابوس بالنسبة لها. ملكة نازلي تعتبر ابنة الوفد. ملك فاروق ورث كراهية الوفد من أبوه الملك فؤاد. في لوس أنجلوس استفرد رياض غالي بثروة نازلي بعد زواجه من فتحية، بدد كل ما كان تحت إيده من أموال مجوهرات للأسرة المالكة. سافروا أمريكا، كانت عندها أموال كلها راحت مرة واحدة، ولقوا نفسهم بدون الأموال اللي كانت في إيديهم، يعني كله راح.